السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح أتكلم اليوم عن موقع تربوي مميز يستقطب في الفترة الأخيرة اهتمام الناس بشكل كبير وملحوظ، حيث يعتبر بعض الناس طريقة تدريس جديدة، بينما يعتبره آخرون قاعدة بيانات ضخمة يستكشفها المتعلمين، وهو بالفترة الأخيرة وسيلة للتعليم عن بعد، وهو نظام تعليمي يمكن الدارس من التحصيل العلمي والاستفادة من العملية التعليمية بكافة جوانبها دون الانتقال إلى موقع الدراسة. طبعاً موقعه برنامج زوم. نروح على محرك البحث جوجل، نكتب زوم، طلع لنا الموقع، هذا الموقع الرئيسي وهذه الصفحة الرئيسية لبرنامج زوم. مثل ما أنتم شايفين راح نطلع بشكل عام وكبير على البرنامج، بعدين ندخل في التفاصيل. مثل ما أنتم شايفين الحين عندنا هني الاشتراك مجاني، وأيضا يضم يدعم بعض المميزات تكون عليها رسوم مالية، طبعا رسومة معقولة وفي متناول الجميع. عندنا هني تسجيل الدخول، استضافة اجتماع، الانضمام للاجتماع، واتصل بالمبيعات، خطط وتسعير وحلول. البرنامج مثل ما احنا شايفين، شو اللي يميزه؟ تجربة واحدة وثابتة للمؤسسة. هني عندنا هني السوق او المتجر، طبعا عمليات دمج وبوتات لاستخدامها مع زوم. هو ما يهتم في الجانب التعليمي، لكن بنطلع عليه نتعرف على المزيد بس كاطلاع. هني يضم يدعم جميع البرامج اللي انتم شايفينها ممكن نستفيد منها، بس يضم يعني يدعم للجوانب الاخرى، المجالات الاخرى مثل المؤسسات والشركات. هني عندنا الميزة الثانية اللي يقدمها زوم، نظام الهاتف، هو يدعم الاتصال مثل التطبيقات الاخرى مثل الواتساب، الفايبر، يعني ممكن يتم عن طريقه اجراء مكالمات هاتفية. اذا كانت داخل البرنامج فهي مجانية، واذا كانت الى عن طريق الهواتف ممكن ياخذ عليها رسوم. هني عندنا قاعة المؤتمرات، لو نشوف مثلا، خلينا نشوف نظام الهاتف. مثل ما انتم شايفين هني آمن وموثوق، طبعا يحفظ لك الأمان والخصوصية. الإدارة المركزية، مراقبة جودة المكالمات، انه يعني في مراقبة على الموضوع ان الجودة للبرنامج نفسه وللمكالمة. وهني يفيد الجانب المؤسسي طبعا. نشوف مع بعض أيضا قاعة المؤتمرات. هني طريقة بناء غرفة المؤتمرات اللي تضم الندوات بشكل عام، وهني عندنا الفعاليات التسويقية والاجتماعات المفتوحة أيضا يدعمها ويفيدنا كفيديو، وعندنا الاجتماعات والدردشة، هذا اللي ممكن يناسبنا في الجانب التعليمي ويدعم لنا العملية التعليمية. ترتيب زوم مثل ما انتم شايفين ماخذ المراكز، عندنا هني ماخذ 4.5 من 5 و 8.9 من 10 و 4.5 من 5. خلينا نشوف تفاصيل عنها. لاحظوا ان زوم ماخذ المراتب الاولى تقريبا من باقي البرامج، هو فعليا الأولى. بالفترة الأخيرة تم برنامج زوم استحواذه على باقي التطبيقات والبرامج من الناحية التعليمية. مثل ما أنتم شايفين هو زوم ماخذ المرتبة الأولى. خلينا نشوف مع بعض أيضا شنو يضم لنا الموقع. ليش زوم؟ ليش زوم مو باقي البرامج؟ زوم اللي ميزة أسعاره أكثر الأسعار معقولة ومباشرة، مثل ما ذكرت قبل شوي عنده اشتراك مجاني، لكن ممكن إذا تبي ميزات أخرى أسعاره مناسبة وفي متناول الجميع، سهل الاستخدام وبسيط، مو معقد ولا صعب، يصل إلى
1000 مشارك في الفيديو و10000 مشاهد، يعني أعداد كبيرة، ما يحصر على عدد معين، يقدر يفيد كاجتماعات كبيرة، مؤتمرات، حتى قاعة دراسية إذا كان عددها كبير يستوعبها برنامج زوم. تم تصميمها وتحسينها للعمل بشكل موثوق، فيها خصوصية، يحفظ لك الأمان، وتكون جميع اجتماعاتك ومؤتمراتك محافظ عليها وفيها خصوصية. تجربة واحدة متناسقة للمؤسسة لجميع حالات الاستخدام. ما تدعم لي فقط العملية التعليمية، احنا قاعد نركز على العملية التعليمية لأن تخصنا كجانب تعليمي، لكن هي ممكن تساعد المؤسسات، تساعد الشركات، ان ممكن يعملون فيها مؤتمرات، ممكن يعملون فيها اجتماعات خاصة. ايضا القطاع الحكومي، يعني بجائحة كورونا بالفترة الأخيرة اللي تمت وقفت وعطلت كثير من الأمور، لكن برنامج زوم كان الداعم الأول لهذه التجربة وساعد كثير في حل أمور خاصة مو على جانب التعليم، أيضا على جانب المؤسسات والشركات بشكل عام. فهذا اللي يميز زوم. طبعا هني عندنا تجارب الناس لبرنامج زوم، وهني العملاء اللي يدعمون برنامج زوم. تشوفون هني طريقة الدعم، اتصال شركات وكافة الأمور الخاصة في الموقع. خلينا نشوف الموارد هني عندنا هذه شنو نضم لنا. هني طبعا نضم مثل ما أنتم شايفين تحميل عملية زوم اللي هو طريقة تحميل البرنامج. طبعا زوم يدعم جميع الأجهزة، ممكن أنا أحمله على أكثر من جهاز، سواء كان لابتوب، آيباد، تليفون عادي. أنتم مثل ما أنتم شايفين عندنا هني الأول اللي إحنا إن شاء الله راح نختاره مع بعض وناخذ فيه تفاصيل عن البرنامج. هذا يدعم لنا اللابتوب، هني المايكروسوفت أوتلوك، هني ممكن على الـ APM، وهني أيضا على مثل ما أنتوا شايفين التليفون عن طريق نقدر نحمله عن طريق متجر أبل أو الأندرويد، وأيضا على الآيباد. فيعني برنامج زوم ممكن نحمله على مختلف الأجهزة. طيب نشوف أيضا شو نضم لنا من خلينا نشوف دروس الفيديو. هني دروس الفيديو، هني بالضبط خطوات عن طريق شرح بالفيديو لطريقة استخدام البرنامج والتفاصيل داخل البرنامج، مثل ما نشوف طريقة الانضمام للاجتماع، جدولة الاجتماع مع موقع ويب مع زوم، جدولة الاجتماع مع جوجل أوتلوك، مثل ما أنتم شايفين غرفة الاختراق، شروح للبرنامج بطريقة الفيديو عشان تساعدنا على الاستفادة من هذا البرنامج. خلينا نشوف واحد من الفيديوهات بس مع بعض، شوف جزء بسيط منه. مثل ما انتم شايفين مترجم واضح، اصلا مدته بسيطة. هذا طبعا الفيديوهات اللي تشرح لنا برنامج زوم. هنشوف بعد شنو يضم. التدريب الحي، هذا التدريب حي ومباشر للبرنامج، طبعا يدعم جميع اللغات. انا ابي استفيد مثلا عن طريق الفيديو، لكن أبي أطبق أني أنا شلون أقدر أسوي اجتماع، شلون أقدر أستفيد من البرنامج. فهذه جميع اللي موجود قدامكم تدريبات حية فعلية أقدر أنا أستخدمها كتطبيق اللي أنا فهمته. مثل ما أنتم لاحظين نسجل معلومات عن الجلسة، مدتها تقريبا 45 دقيقة مثل ما أنتم شايفين، أقدر أني أطبق للبرنامج وأستفيد منه. نشوف أيضا شنو يضم لنا من خيارات. عندنا هني الفعاليات، طبعا هذه مؤتمرات او ندوات او دورات
نستفيد منها من برنامج زوم. إذا أنا أبي أعرف تفاصيل أكثر، أبي أعرف بطريقة فعلية ندوة مباشرة عن البرنامج، شلون أسوي غرفة اجتماع، شلون أقدر أتعامل معاه أنا كمعلم. طبعا مثل ما أنتم شايفين في أيضا دورات قديمة، تاريخ قديم، وفي أنت تقدر تسجل فيها دورة حديثة، يعني في متناول يعني اليد قدامك تقدر الحين تسجل فيها وتاخذ تفاصيلك عن البرنامج. خلينا نشوف ايضا شنو يضم لنا من خيارات. عندنا هني هذه التطبيقات اللي قلت قبل شوي احنا شنو نستفيد من المؤسسة، عفوا من زوم في المؤسسات والشركات بشكل عام. مثل ما انتم ملاحظين هذه قصص للعملاء، هني من الجانب العملي، هني محاكمة تمت في خلال جائحة كورونا كوفيد 19، طبعا محاكمة تمت عن طريق برنامج زوم. طبعا هذه قصص واقعية تمت الاستفادة من برنامج زوم، مثل ما انتم شايفين هني المحاكمة. عندنا هني بالنسبة على الجانب الاجتماعي قصص الأشخاص اللي استفادوا خلال مثلا جائحة كورونا من برنامج زوم. هني مثل ما انتم شايفين ممكن يعني يؤدي العمل عن طريق زوم. في قصة لفتت انتباهي للأمانة وكانت مميزة اللي قاعد نشوفها الحين، عندها طفل من ذوي الإعاقة، عنده إعاقة طيف التوحد، فكانت يعني طول ما كانت تروح للعمل ومشغول بالها عليه، لكن خلال الجائحة قالت ان برنامج زوم ساعدها بانها تكون قريبة من طفلها، تأدي واجبها وعملها على أكمل وجه، بالإضافة كدورها كأم. فهذه ميزات قدمت لها برنامج زوم على الجانب الاجتماعي. طبعا كثير من القصص اللي استفادوا من البرنامج. شوف أيضا شنو ضم لنا من خيارات الأسئلة المتداولة. طبعا اي سؤال يخطر على بالنا نبي نعرفه عن طريق الخاصيه اللي موجوده قدامنا، اي سؤال يخطر على بالي بالبرنامج ما عرفته اقراه من الاسئله اللي موجوده، واذا ما لقيته من ضمن الاسئله عندنا الخيار الايقونه اللي تشوفونه هنا مال المحادثه، ادخل عليها واقدر اكتب السؤال اللي انا ابي نفس طريقه الدردشه الشات ويجاوبوني. يعني طبعا لان انا سأله من قبل كتجربة، يعني I can't join my meeting، عطاني الخيار وطبعا حطيت لهم لايك ان الاجابة كانت يعني مو يعني كافية ووافية. لكن اذا مثلا لو حطيت سؤال اخر يعطيني اهو خيارات من الاسئلة اللي موجودة، وممكن يحولني دايركت على سؤال اللي ممكن يكون موجود بس انا ما انتبهت له. فهذه من ضمن الميزات اللي موجودة. خلينا نشوف ايضا شنو يضم لنا من خيارات الخصوصية والأمان. طبعا يدعمه بشكل كبير لأنه يضم مؤتمرات واجتماعات، فأكيد أنه يحافظ لي على خصوصيتي وأماني كاتصال كاجتماع. فزوم يدعم الجانب هذا، جانب الأمان والخصوصية وطريقة تفعيل هالخصوصية قبل ما أبلش في الاجتماع أو المؤتمر. هنشوف أيضا شنو يضم لنا موارد الأمنية. الأمان طبعا مثل ما ذكرنا قبل شوي يحافظ لك على خصوصيتك، يحمي بياناتك الكاملة اللي موجودة ويحمي اجتماعك. أنا كمعلم أحب أني أحافظ على بيانات طلبتي، أحب أحافظ على خصوصيتهم أثناء الاجتماع والمؤتمر اللي نسويه. أنا كصاحب شركة أحاول أني قد ما أقدر أحافظ على خصوصية اللي تصير من اجتماعات، من مناقصات لما تكون على الإنترنت، فأكيد ممكن تكون قابلة للاختراق للسرقة. فزوم يدعم الخصوصية والأمان للجميع اللي يحدث أثناء المؤتمر والاجتماع. خلينا نشوف أيضا شنو يضم لنا من خيارات. في خيارات كثيرة للأمانة، هذا اللي يميز زوم،
هني الشاشة اللي احنا نبي نختارها للميتنج.